مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أحياها. النهاردة مبادرة جديدة بتطلقها جمعية إنقاذ حياة الطفل، الجمعية الداعمة والراعية لهذا البرنامج. لكن تعالوا نتعرف على المبادرة ونرحب بالأستاذ الدكتور عصام بديوي، أستاذ مساعد قسم المناطق الحارة كلية الطب جامعة الإسكندرية، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير جهاز الهضمي التداخلية جامعة بخم ألمانيا. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا، تشرفنا بحضرتك دكتور. أشرف لي، ربنا يخليك. أهلا وسهلا وسهلا مشاهدين. طبعا بنرحب الأستاذ الدكتور إيمان سلام، رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ حياة الطفل. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك طبعا أستاذ دايما مروان، مقدم البرنامج ومنور البرنامج دايما. تسلم، ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده انا بقى اللي بقول، كان كل مره استاذ مروان بيقول حلقه خاصه جدا او مهمه جدا جدا، النهارده انا بقول نفس الكلمه وبنحط تحتيها 3000 او مليون خط. الامراض المناعيه، مدى انتشارها، مسبباتها، مضاعفاتها، احنا بنوصل للمرحله دي ازاي؟ كل ده بامر الله النهارده هنحاول نناقشه مع الاستاذ الدكتور عصام بداوي. استاذ مروان عرفه. دكتور عصام، الأمراض المناعية ومدى ارتباطها بالجهاز الهضمي، في البداية عايز أعرف يعني إيه مرض مناعي؟ ثواني يا دكتورة بعد إذن حضرتك. يسرنا يعني أبلغ إن السادة المشاهدين إن نتلقى استفساراتكم على واتساب 0417-86-31-11. أي استفسار خاص بالحلقة اتفضلوا والدكتور هيجاوب حضراتكم. اتفضل يا دكتور. طيب، هو طبعا اهلا بيكم بالساده المشاهدين. يعني طبعا النهارده ان شاء الله ربنا يكون يجعلنا سبب ويكون يعني نفع ليهم ونزود لهم معلوماتهم الطبيه في المجال ده. يا رب. حضرتك سالت سؤال شائك جدا، اللي هو علاقه الجهاز المناعي بالجهاز الهضمي وامراض الجهاز الهضمي المناعيه. اهم حاجه بقى اللي احنا نفرق ده فعلا مرض مناعي اساسه في الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي المرض المناعي الاساسي فيه وبيهاجم الانسجه الاخرى من الجسم، ولا ده المرض بتاع الجهاز الهضمي مرض مصاحب لمرض مناعي اخر مصيب المرض الهيكلي؟ ده اهم سؤال لازم ايه يتسال علشان اعرف انا حاضر افيد المريض كطبيب جهاز هضمي وهيمشي معايا في سكه الجهاز الهضمي، ولا الزميل العزيز استشاري الامراض المناعه والهيكله هو اللي هيكمل معاه التاني لو هو مرض مصاحب لامراض الهيكليه المناعيه. يعني حضرتك دلوقتي بتقول نقطتين، بتقول ان انا المرض المناعي لو هيصيب الجهاز الهضمي في احتمالين، يا اما مرض مناعي اوريدي بيصيب الجهاز الهضمي على طول، أساسي يا اما اللي موجود في الجهاز الهضمي سنوي. نتيجه مرض مناعي سنوي. تاني موجود في حته تانيه في الجسم بالظبط، ثانوي. فاحنا كده محتاجين اتنين يشخصوا، دكتور امراض مناعه ودكتور امراض جهاز هضمي، صح كده؟ صح. يعني مش يعني هصعبها شويه، مش واحد مش اتنين بس، مش مناعه وانا بس بتاع الجهاز الهضمي. هو ده بيحصل ايه؟ هو بيحصل خلل في الجهاز المناعي بتاع جسمنا. الجهاز المناعي بتاع جسمنا بالظبط عامل زي جيش اي دوله. اي حاجه غريبه هو بيتحفز وبيحاول يهاجمها عشان يخرجها من الدوله دي وما يحصلش ايه؟ ده لو جسم غريب داخل الجسم. لو فبالظبط الجهاز المناعي بتاعنا عامل زي الجيش، اللي هو عارف الشعب بتاعه عامل ازاي وشكله عامل ازاي، فمش بيهاجمه، بيهاجم اي عدو غريب بشكل غريب يهاجمه من بره، اللي هو فيروس مثلا او بكتيريا، اي حاجه بقى، فيروس بكتيريا، سواء مثلا مواد مثلا بتعمل حساسيه في الجسم، اي حاجه هو هيشك ان هتعمل خلل في الجسم هيهاجمها. امتى بقى الخلل يحصل؟ لما جيش الدوله ده يشوف الشعب اللي هو المفروض عدوه. يحميه عدوه وهو اللي يهاجم ايه يهاجم فيه، من هنا بيحصل الخلل. يبقى بمعنى اخر ان الجهاز المناعي بيتعرف على الانسجه بتاعه الجسم بتاعته اللي هو المفروض يحميها على اساس انها انسجه غريبه ويبدا يهاجم فيها. نبدا من هنا بقى ايه، طيب نسال نفسنا، طيب الجهاز المناعي بيهاجم انسجه معينه من الجسم ولا نسيج بايه بخاصه؟ مثلا انا عندي مثلا عندنا روماتويد، ده بيهاجم في كل الانسجه الهيكليه وممكن يصيب معاه الجهاز الهضمي كمان، انما مرض مثلا زي امراض القولون التقرحي والكرونز لا، ده المهاجمه الاساسيه ناحيه القولون وممكن يكون معاه اعراض ايه، اعراض خارجيه في الايه في المفاصل وفي الايه في الايه في في العضلات. يبقى المريض لو عنده روماتويد ممكن ان الجهاز المناعي ده يبتدي يكون يهاجم صاحب الجهاز الهضمي، الجهاز يكون الهضمي صاحب الجهاز الهضمي، لكن التهابات الجهاز الهضمي المناعيه هي دي بقى الكرونز
أو القولون التقرحي. قبل ما نروح للكرونز أنا عايز أسأل الدكتور سؤال مهم، هي الأمراض الأساسية المناعية التي تصيب الجهاز الهضمي؟ على حسب، في حاجتين، في أمراض مناعية بتصيب الجهاز الهضمي بدون ما تعمل التهابات شديدة أو تقرحات أو مشاكل جامدة، زي حساسية القمح، حساسية اللاكتوز، بعض التغيرات بعض التغيرات نتيجة أجسام مضادة بتهاجم في في الأوعية الدموية الدقيقة في الناس الكبار زي الميكروسكوبيك كولايتس، أو أمراض بتعمل التهابات وتقرحات وممكن تؤدي لمضاعفات، وهو ده بقى الموضوع المهم اللي هو ايه، مرضين اللي هم بيسموه الاي بي دي اللي هو الكرونز او التهاب القولون التقرحي. يبقى في عندنا نوعين، الكرونز والتهاب القولون التقرحي. الفرق بينهم ان الكرونز ده مرض عام بيصيب من اول البق لحد فتحة الشرج، اي حته في الجهاز الهضمي معرضه انها ايه، انها تتصاب. عكس القولون التقرحي اهو اسمه قولون، بيصيب بس حته القولون، انما ما يجيش ناحيه الامعاء الدقيقه ولا المعده ولا ايه ولا المريء. فده الفرق، ايه الفرق بينهم، وطبعا تفرق معايا عشان العلاج او الاساليب العلاجيه اللي ممكن بعد كده اضطر ان انا استخدمها في علاج الايه المريض ده. التشخيص والتفرقه بينهم سهله؟ لا مش سهله. ولا مش سهله؟ في كمرضين ما فيش اي حاجه تفرق بينهم غير تحليل الانسجه. تحليل الانسجه، تحليل الانسجه لازم يعني ادخل اخد عينه وباثولوجي. وبرضه اللي انا قلته من دلوقتي، اللي انا لو دخلت بالمنظار ومسحت القولون لقيت فيه تغيرات، وبعد كده لو دخلت الاس 12 من ناحيه القولون لقيت الاس 12 ما فيهاش اي تغيرات، يبقى ده اكتر ماشي ان هو مرض قولون تقرحي. انما لو لقيت نفس التغيرات مولوده في القولون ومكمله معايا الاس 12 او موجوده في الاس 12، يبقى ده غالبا ايه، كرونز، مش غالبا مرض انتهى. يبقى شكل المنظار عامل ازاي وهو واخد انهي حته من الجهاز الهضمي، طبعا زائد اهم حاجه اللي حط فيها تحتها 100 خط تحليل الانسجه اللي هو استشارة الانسجه، بيقدر بقى يفرق عن طريق الخلايا اللي موجوده ده ألسيتيف كولايتس ولا كرونز ديزيز. هو دي هي دي المبادره اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، مرض الكرونز. مرض الكرونز يا دكتور، ان جمعيه انقاذ حياه الطفل تبنت يعني الكشف عن هذا المرض لظهوره في هي المشكله ان الكرونز عندنا حوالي 8 حالات في الجمعيه، وعلاجهم بيبقى مكلف جدا، لان في تايتل كده بس احنا ماجلينه الاسبوع الجاي. العلاج مكلف وعلاج بيولوجي، وبندخل في تقريبا كل شهر ونص بيبقى في سيشن زيه زي الكيماوي تقريبا. يمكن انا شايفه ان علاجه بقى مكلف اكتر من الكيماوي، لان نفقه الدوله بتغطي الكيماوي، لكن الكرونز وعلاجاته البيولوجيه لا. انا حاسه ان بس انا عايزه اتكلم في حته التكلفه دي في الاخر شويه. عايز اوصل لمسببات المرض، ايه اللي خلى المرض ده في الفتره دي ينتشر بالمنظر ده؟ قبل ما نخش في مسببات المرض، عايز الدكتور يعني يتكلم عن الكرونز بصفه عامه. قبل ما نتكلم عن مسببات المرض، نتكلم عن الكرونز بصفه عامه. اتفضل يا دكتور. طيب قبل ما اتكلم عن الكرونز بصفه عامه، بس كلمه حضرتك قلتيها دي كلمه ممكن تخوف الساده المشاهدين، اللي هو العلاج البيولوجي زي الكيماوي. لا ده نقطه مختلفه، هنيجي في وقتها. سيبها دلوقتي، نتكلم على التكلفه. التكلفه ماشي، التكلفه اللي هو مش هو مش زي الكيماوي. ايه هو الكرونز ببساطه؟ الكرونز عباره عن مرض من الامراض اللي هي اللي بيحصل الجهاز المناعي بيتعرف على البكتيريا اللي هي عايشه في الجهاز الهضمي بتاعنا على اساس انها حاجات غريبه، فبيبدا يهاجم فيها. المهاجمه والمعركه اللي بتحصل بين البكتيريا وبين الجهاز المناعي تبدا بتاثر على جدار القولون والـ 12 والجهاز الهضمي، وبتدي يحصل ايه المرض ده زي القرح. علشان ابسطها للساده المشاهدين، انت عند حضرتك طفلين، الطفلين دول دخلوا وقفلوا على بعض اوضه وتعاركوا فيها، الاوضه قبل العركه مش زي بعد العركه. هو ده اللي بيحصل، المعركه اللي بين الجهاز المناعي والبكتيريا بتعمل تغيرات بتاثر على جدار القولون وبتعمل التهابات في جدار، مش القولون، الجهاز الهضمي بصفه عامه. ده اللي بنسميه قرح. بس لازم المريض الكرونز يعني مرض من الامراض اللي هو مش مرض اللي انا اقدر امسك له سبب. ده كذا الدولات العلميه اختلفت، قال لك المفروض ان المريض بيبقى عنده العامل الجيني والقابليه ان هو يجيله المرض ده. طب اشمعنى مش بيجي لي بقى في الصغر الصغر؟ اشمعنى مش بيجي لي في الصغر؟ اشمعنى بيظهر في الايه، في الشباب وفي السن؟ في بقى طبعا في بعض الاطفال الصغيرين للاسف، انا عندي حاله برضو مشخصه كان عندها 4 سنين بتفوت.
بتفوت على ناس كتير جدا، لان طبعا انت محتاجه تعملي منظار، فبرضه كوني انك تعملي منظار لطفل الطفل بتبقى صعب، بيبقى قرار ايه صعب الاهل ياخدوه الا لو الطفل فعلا بيعاني. تمام. في سؤال، يعني انت اتكلمت ان هو بيكون عامل جيني، ما انا عايز حضرتك توصف برضه المرض، هل هو مرض فيروسي او بكتيري؟ ملوش علاقه بالفيروس ولا البكتيريا، يعني ده من يعني نقدر نقول ان ما فيش عدوى منه خالص. تمام. ده حاجه بالظبط ربنا سبحانه وتعالى بيخلق بيخلق المريض عنده الجين اللي هو القابل ان هو اللي يحصل له المرض ده في المستقبل، بس لازم عشان الجين ده القابليه دي تجيله، لازم في بعض الحلقه تكتمل ببعض الايه المسببات والعوامل، زي تغيير ليه بقى بيطلع في الكبار، تغيير العادات السيئه في الاكل، طبعا لما الشباب كلهم فاست فود والاكل الدسم والاكل بره بكميات عاليه، طبعا بيعرضوا ان هو بقى هيجي بقى دور البكتيريا هنا، بيعرضوا ان هو يتصاب النزلات المعويه الكتير، النزلات المعويه نتيجه فطريات او نتيجه طفيليات او نتيجه بكتيريا، النزلات المعويه المتكرره والتغير في طبيعه البكتيريا بتاعه الجهاز الهضمي تبدا تحمس الجهاز المناعي ان هو ما يبدا يتحرك من مرحله اللا نشاط لمرحله النشاط والمهاجمه للايه للمرض. يبقى احنا بنتكلم على الاكل بره والاكل بنتكلم جوه. على عامل جيني الاثنين، بنتكلم على عامل جيني واحد. يعني تمام. عيان عنده قابليه ان يجيله مرض. تمام. وبنتكلم على عادات سيئه زي تدخين، اكل بره، تدخين من الحاجات اللي هي بتهيج الايه المرض ده، والاكل السيء والعادات السيئه في الاكل، الاسترس والانفايرومنتال، يعني العوامل البيئيه زي ما ايه، عشان كده معظم العيانين دول بيلفوا على الدكاتره كتير جدا وبنشخصهم في مرحله متاخره، لان للاسف في بعض الاخوه الزملاء بيستسهلوا لك قولون عصبي. قولون عصبي حتى تعرفه في الطب مرض بيسيب الجهاز الهضمي واضطرابات بعد استبعاد، نتيجه اضطرابات نفسيه بعد استبعاد جميع الامراض الاخرى بعد في الجهاز الهضمي. لازم استبعد في قاعده في الطب يا جماعه، بس لازم تبقى ايه، تبقى واضحه عندنا. حضرتك لازم تستبعدي الامراض اللي هي ممكن تؤدي الى تطورات غير طبيعيه ومضاعفات في المستقبل، لان الحاجه السهله لو استسهلناها وهي حاجه صعبه هتبقى حاجه صعبه بعد كده لما تبان، انما لو الحاجه الصعبه استبعدناها وهي حاجه سهله، الحاجه السهله دي مكمله معانا. فالقاعده في الطب استبعدي السيء، ولو بقالك الحاجه اللي هي السهله دي حتى هيبقى علاجها ايه بسيط، انما لو انا استسهلت من الاول والحاجه دي صعبه وفوتها، المضاعفات بتاعتها بعد كده تبقاش ايه، ما تبقاش حميده. دور على الصعب الاول، انا في التشخيص لازم زي ما بيقولوا كده على اعلى حاجه بالزبط. انا عندي مثلا حاجه كبيره على اسوء تفضيل، اسوء الافتراضات، ومن خلال التحاليل ابتدي على فكره دي قاعده هامه في حياتنا كلنا، انت حتى في الشغل حتى وفي اي حاجه، لما حد يعمل حاجه لما يجي يحط بروجكت لنفسه بيحط الاحتمالات النجاح والفشل، فبيحط احتمالات الفشل قبل احتمالات النجاح علشان يتفاداها علشان يوصل للايه النجاح. احنا عندنا في الطب احنا دايما استبعدي اي، يعني واحد جالي بانتفاخات في القولون، كل ايه الاسباب، كل حاجه وارده، مش من اول القولون العصبي لحد الكرونز لحد التهابات القولون والتقرح لحد جيوب القولون لحد الاورام. الاورام في بعض الناس بتبقى في اولها حاجه زي كده ومحدش بياخد باله منها. فطبعا لو انا فكرت في الورم وفي الكرونز وما عندهوش خير وبركه، انما لو هو عنده يبقى انا اكتشفته في مرحله مبكره بالزبط. وقدرت اتعامل مع المريض بمرحله قبل ما يخش بمضاعفات، لان تفرق تعالج عيان عنده المرض بس، ولا عيان عنده المرض ومضاعفات المرض، وعيان لا قدر الله عنده مضاعفات المرض وعنده مضاعفات اخرى في الجسم قد تودي ايه بحياته. كل واحد من ده ليه طريقته فعلا. انا فهمت كده من كلام حضرتك ان الكرونز ممكن يسبب انه يوصلنا الاورام من مضاعفاته، من مضاعفاته ممكن يسبب بعض الامراض، يوصل الامراض الجهاز الهضمي، اورام الجهاز الهضمي خبيثه. تمام. يعني الدكتوره كانت اتكلمت مسببات المرض، انت حضرتك ايه قلت انه لا انا اتكلمت بصفه عامه على الكرونز ان هو خلاص ان ده مرض مناعي، الجهاز المناعي بيضطرب علشان بيشوف البكتيريا عشان حاجه غريبه وبيهاجم فيها، بس لازم يبقى المريض عنده العامل الجيني وبيسيء بيمارس عادات سيئه في الاكل وعادات سيئه في الحياه، واخر حاجه طب حضرتك العادات السيئه في الاكل برضو عشان نوضح للساده المشاهدين ايه العادات السيئه في الاكل عشان ابتعد عنه بره وجوه. انا عايزه بس اركز ان جوه، لان معظم الناس بتقولي هو الاكل بره هو اللي بيعمل مشاكل. تمام. وممكن يبقى ملوث ونزلات معويه ومش عارفه ايه. لا، الاكل جوه والسمنه البلدي والحاجات التقيله، مش كل دوت ممكن يحفز ظهور مرض زي ده؟ طبعا. ومش عايز اقول لحضرتك كمان توقيت الاكل. توقيت الاكل بالظبط. لو تبصوا بره الناس بتعمل ايه، بيصحوا الساعه 5 الصبح
يفطروا وفطر خفيف 6 الصبح، وبعد كده يفطروا الفطار بتاعهم الطبيعي الساعة 8 أو 9، وبعد كده ياكلوا سناك تاني الساعة 12 واحدة، وبعد كده يتغدوا الساعة 3، وبعد كده يجي يتعشوا الساعة 6، وبعد كده ياكلوا وجبة خفيفة قبل الساعة 8 ويناموا. لو حسبتيها ده البني آدم الطبيعي لازم ياكل من 3 لـ4 وجبات، من 3 وجبة كل 3 لـ4 ساعات. وجبات صغيرة. وجبات بسيطة. لا 3 مين و3 فرعيين. 3 أساسيين و3 بالظبط كده، 3 أساسيين و3 فرعيين. ليه بقى؟ الحركة دي انت بتحافظي حركيه الجهاز الهضمي، دايما الجهاز الهضمي فيه اكل، فالسيمتريه بتاعت انقباض القولون والاثنى عشر بتمشي بحركه طبيعيه عكس ما تاكليش. فطبعا المعده والاثنى عشر مليانه ايه؟ هواء. تيجي بعد كده نحط الاكل بكميات عاليه مره واحده، يبتدي بقى يحصل ايه؟ عدم التناسق في انقباض القولون والاثنى عشر، حته على هواء حته على اكل، لحد ما تبدا تاخد حركيتها. فالحركه دي الاحتكاك الغير سليم بين الامعاء والاخشيه بتاعت القولون والاثنى عشر والكلام ده كله بيحصل التهابات، زي ما تكون جايب ايدك وبتحكها اكنين ضد ترابيزه، فتلاقي ايدك بتورم. تمام. فطبعا اول حاجه توقيت الاكل، ان احنا فعلا لازم البني ادم لازم الانسان ياكل من كل من 3 لـ4 ساعات 3 وجبات، او من عشان يسهلها 3 وجبات رئيسيين بينهم 3 وجبات فرعيه. انا عايز انوه بس ان الرئيسي برضو يبقى خفيف، اصل احنا عندنا الرئيسي ده يبقى ايه؟ بنفتح نوعيات الاكل وكمياتها بتفرق. ما دي بقى نتكلم عن الحاجات الاساسيه، الهيلث فود. الهيلث فود ده معروف عند كل الناس، اللي هو لازم طعام يجمع بين الكربوهيدرات والنشويات والدهون على فكره والبروتين، بس بنسب معقوله. احنا بقى عندنا المشكله في المحمر والمقلي السمنه مش غلط، انما الطريقه اللي بنطبخ بيها بقى السمنه. تمام. القدح الزيت والسمنه والحاجات دي كلها بيساعد على استصدار بعض العوامل المؤكسده الضاره للجسم، فلما نبتدي لما ناكل يبتدي يحصل ايه؟ ضرر للجسم. انت عارفه حضرتك ان اللحمه المشويه دي برضو والكفته، ان الناس تقول لك ده اكل صحي مشوي. تمام. ايوه، بس لو على الفحم او حاجه زي كده، ما انت كل الحاجات اللي هي بتاعت الفحم دي بتطلع على الايه؟ ذرات الكربون. بالظبط كده، على اللحمه بالظبط، يبقى فيها طرق. عشان كده عملوا الشوايات الصحيه اللي هي دلوقتي بيقول لك ايه يعني ايه، على معدن معين ونواكل وحاجات زي كده، هم بيحاولوا يتفادوا يعني الكلام ده. يعني حضرتك الشوي اكل الشوي ازاي؟ انت بتشوي الشوي على الفحم مثلا مضر للصحه. في ناس زمان كانت بتحط الحديد ليه مصدي وعليه فحم كده وتشوي اللحمه. هما فاكرين طب ما انت مطلع الصدى ومطلع الحاجات اللي هي فيها في اللحمه، فدي برضه احنا ممكن نشوي في طاسه. بالظبط الحاجات دي يعني انا بشوي في طاسه في البيت ده الامن. فالتوازن الاكل الهيلث فود المعروف للناس كلها، خضار بكميات عاليه ومطبوخ بطريقه صحيه بدون لان الخضار فيه انتي اوكسيدنت، مضادات الاكسده. ما انت بقى لما حد بقى من عندنا بيقدح الزيت وحاجات زي كده بيعمل معاملات مضاده للاكسده، وبتعمل ايه؟ وبتعمل المشاكل دي. البروتينات طبعا بكميات عاليه مفيش مشكله، نسب الدهون مهمه في الاكل بس بنسب معينه، انما الاكل بتاع البيت طبعا بالتوازن اللي انا قلت عليه، اكتر حاجه الالياف تيجي وراها الكربوهيدرات، يجي وراها السكريات، واخر حاجه الايه؟ الدهون. يبقى الالياف دي رقم واحد. انما الاكل ورا الفاست فود ده يعني ممنوع. توضيح بس للساده المشاهدين، الرقم رقم الواتساب فقط مش الاتصال، اللي عايز يرسل استفسارات يرسل على الواتساب اللي هو 011 مش للاتصال. اتفضل. طب بالمره كده ارقام الاتصال؟ ارقام الاتصال موجوده. موجوده. طيب احنا كده اتكلمنا على المسببات وقلنا حته التوقيت، قلنا الاسترس العصبي، نوعيه التدخين، التدخين دي حاجه مهمه جدا، وشرب الكحوليات برضه بيؤدي لان هو برضو يعني احنا مش منتشر يعني، لكن التدخين منتشر. لا للاسف بقت ظاهره منتشره في المجتمع المصري عندنا دلوقتي، مع انها ما كانتش عاداتنا وتقاليدنا، وزي ما قلت لحضرتك الاكل الايه؟ الفاست فود. طيب سؤال من احد المستفسرين، هل ادويه المناعه لمرضى الكرونز لازم تفضل مدى الحياه؟ لا بالعكس، احنا اصلا الهدف بتاعنا احنا لنا هدف في علاج المرض، احنا مش بندي ادويه وخلاص. هو طيب. اي نعم هو مرض مزمن بيفضل في الجسم، انا مش هعرف اشيل القابليه بتاعت المريض ان هو المرض ده ما يحصلهوش، انما انا هدفي الاول ايه؟ اهدي الجهاز المناعي علشان اهدي مهاجمته للجهاز الهضمي، وبعد ما اهدي الجهاز المناعي بحسن الانسجه بتاعت القولون واعدل البكتيريا الغير حميده، وانصح المريض ان هو يعدل من نظام غذائه، وابتدي اسحب الادويه المناعيه واحده بواحده. بالظبط زي ما اكون انا داخل معركه مع حد وعمال اضرب فيه اضرب فيه، لما تيجي تشيل ايدك ما تشيلش ايدك مره واحده، لانه ممكن لو املك ممكن يهاجمك اكتر ما انت كنت بدات ايه معركتك معاه. فانت بتشيل ايدك وبتشوف هو هيقوم ولا مش هيقوم. بمعنى ايه؟ يعني هي لو ماشيه على العلاج مثلا ايه كورتيزون او الاميونان او اي حاجه من الحاجات دي، ابدا مثلا هي ماشيه عليه كل شهرين، ابدا بعده كل او اقلل الجرعه يبقى يقلل الجرعه يطول مسافه الايه المرض العلاج. بمعنى بتاخده كل شهرين، خليه كل 3 اشهر، خليه كل 4 شهور، خليه بقيس
مدى الاستجابة؟ مقاييس قوة الجسم. لو شلت الكلام ده الجسم هيقدر بقى يحارب ويعدل نفسه ويثبت المرض ولا؟ أول ما أوصل لمرحلة المرحلة إن خلاص الجهاز المناعي هدي وإن القولون والجهاز الهضمي ابتدى يتحسن على المستوى الكلينيكي، يعني أنا مش بشتكي ومستوى التحاليل الكيميائية وكمان بالمنظار أشوف القولون والإثنى عشر رجعت للطبيعي لقرب الطبيعي، ابدا بعد كده ادي الحاجات اللي بتثبت الايه المرض على المرحله دي عشان ما ارجعش للجهاز المناعي اللي هي ان انا اعدل اكله وادي بعض الادويه اللي هي بتعدل البكتيريا ودايما تخليها قرب الحميده اللي هي بتزود الجهاز المناعي للجسم، وفي بعض الادويه زي الاميوران والازاس اللي هو ماده الازاثيوبرين اللي هي بتحاول تخلي الجهاز المناعي هادي من غير ما تعمل اعراض جانبيه زي الكورتيزون والعلاج الايه البيولوجي. طيب بالنسبه لنوعيه الاكل، ان انا اعرف حالات بعينها يعني على طول شوربه خضار على ميه، ما هو ده برضه لا، ما غلط الكلام ده، غلط بيتعب الكلام ده، المريض العيان المريض ما بيتمنعش من الاكل المنظر ده خالص. اكتر حاجه بيتمنع منها اللي هو السبايسي فود، الاكل الحراق. بقول له مثلا بلاش شطه بلاش فلفل اسود، انما لا ملح ولا كمون ولا حبهان ولا مستكه ولا زعتر، الحاجات اللي بتدي نكهه في الاكل عادي يعني تاكلها خالص. الالياف يستحسن تكون الياف طريه. طب الالياف الطريه دي انا مش هضمنها في السلطه، فعشان كده بقول له الاكل المطبوخ احسن، مطبوخ مش مسلوق، مطبوخ. يعني ممكن ربة المنزل تعمل عصير الطماطم براحتها، انما بلاش الحاجات المحفوظه لان بيحط عليها حاجات بالظبط، عشان بيحط عليها حاجات محفوظه ممكن ايه بتسوق حاله الجسم وتبقى للاسف بعد ما بتبقى عندها القابليه ان ممكن تقلب لامراض ايه لا قدر الله وحشه. فالاحسن حاجه طبيعي، فممكن تعمل ايه الصلصه بتاعتها وتحط الخضار واللحمه وكل حاجه وتطبخ عادي يا جماعه. ني في ني معروف يعني ايه كلمه ني في ني، انما لا ممنوع من الرز ولا من المكرونه ولا من خضار ني في ني ولا حتى خضار اللي هو بيخش في الفرن وما. طيب الحالات دي بتبقى سيفير، لان انا احنا عندنا حالات عندها مشكله فعلا مع الاكل. امتى منعهم الاكل بقى؟ منعهم الاكل في حاله واحده اللي هو فعلا عنده ترجيع مستمر وعنده التهاب شديد، لان لازم اهدي الجهاز الهضمي. زي ما يكون عندك جرح في ايدك حضرتك ما ينفعش استخدم ايدي، فانا بهدي الجهاز الهضمي وانقله على محاليل واديله الادويه اللي هتحسن لي الالتهاب وتقلله، وبعد كده ابدا معاه بالسوائل الرايقه وبعد كده بالاكل الطري لحد ما يخش العلاج. ده ياخد قد ايه وقت؟ لان انا قدامي حاله مثلا بقى 3 4 شهور. 72 ل 96 ساعه ان شاء الله. تمام. فاصل؟ لا لسه شغالين. طب حضرتك يا دكتور امتى اقلق او ايه هي الاعراض اللي تقلقني ان انا عندي كرونز؟ معلش يعني هعدل سؤال حضرتك لحاجه ثانيه، ان ايه امتى اشك ان انا عندي ايه كرونز؟ ماشي اشك ان ماشي تقلقني بقى دي حاجه ثانيه، ان ايه تقلقني عندي متفاضل. تغيير في طبيعه التبرز، يعني انا كنت بتبرز كل يوم بطبيعه عاديه جدا وبعد كده ابتدى يجي لي امساك او يجي لي اسهال، فتغير طبيعته. يعني حتى لو امساك عشان الناس فاهمه ان اسهال بس اسهال بس لا مش اسهال بس، تغيير طبيعه التبرز للامساك، لان حتى لما بيحصل الالتهاب الاول في القولون بيحصل نوع من انواع الايه الخمول في حركات الجهاز الهضمي، او خساسان غير مبرر، او ترجيع، او غمامان نفس، دم ينزل في البراز او مخاط بينزل في البراز. وترجيع بدم، انا شفت ده ترجيع بدم، بس هو الاكثر بينزل الدم في البراز، فيه ترجيع بدم لو هو فعلا صايب الايه المعده والايه والاثنى عشر الكلام ده كله بيعمل. في برضه حاجات الهيكليه زي برضه زياده الهرش في العين، بعض التغيرات اللي بتحصل في الايه في الجلد العين. ما بيعمل ما هو الكرونز اتفقنا ان هو بيسيب الجهاز الهضمي مينلي بنسبه 80%، انما ممكن بيعمل اعراض خارجيه بيسيب الايه اكترهم اللي هي العظم والعضلات والعين. استاذن بس حضرتك اخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكثر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر.
كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده. انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر، فرع إيزيس. مشاهدينا الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة أخرى. معانا اتصال هاتفي من أستاذة داليا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. الحقيقة أنا كان سؤالي عن أدوية المناعة، وأنا المفروض إن أنا باخد أدوية مناعة. الدكاترة قالوا لي إن هي لازم أقعد بيها مدى العمر مع البنتات. فأنا دلوقتي لما بمر بأدوار برد شديدة أو أي حاجة بحس إن مناعتي بتكون أضعف من المناعة الطبيعية، أو من وقت من غير إن أنا من قبل ما يكون عندي كرونز كان أدوار البرد بتبقى خفيفة، دلوقتي أي حاجة بتعرض لها بتبقى كبير شوية. فكان الدكتور بيقول لا، المناعة ممكن إن إحنا في وقت من الأوقات نوقفها. فهل في وقت أدوار البرد والأدوار اللي هي لو في عيا شديد ده المفروض ان انا اوقف يعني ادويه المناعه ولا اخليني بيها حتى لو انا تعبانه؟ اتفضل. هو الادويه بس عايز اعرف اسمها ايه؟ خليكي داليا معانا على التليفون. استاذه داليا، طيب انا كنت عايز اعرف يا استاذه داليا بس اسماء الادويه اللي حضرتك بتاخديها. يعني باخد الاميران والسليبريت والبتاع. يعني ماشيين على الكورتيزون والاميران. طب ومبدئيا مبدئيا السحب ما بيبقاش بالطريقه اللي انا قلت عليها. مش معنى انا عندي دور برد اوقف الدواء، بالعكس دي بتبقى كارثه. انا بقول للمريض لو انا اصلا بدي علاج مناعي انا اللي بسحبه بالتدريج واحده بواحده. انا قلت كده في كلامي، لو انا وقفت العلاج مره واحده انت بترجعي نقطه الصفر، وممكن يحصل لك بعد كده مناعه من العلاج ده لما ترجعي له تاني. انما انا الهدف من توقيف العلاج ايه؟ ان انت المفروض يجي عليكي فتره. دي بقى بتختلف من مريض لمريض. ممكن المريض بعد سنه بسحب منه العلاج خالص، بعد سنتين، بعد 4 سنين، اللي هو العلاج اللي هو بيثبط المناعه. الكلام ده ينطبق على العلاج البيولوجي. انما الكورتيزون لازم اوقفه في خلال من 2 لـ6 شهور. كون ان انا ما قدرتش اوقف الكورتيزون بعد 6 شهور، او لو وقفت الكورتيزون ورجع لحضرتك اعراض المرض تاني، ما ينفعش ارجع للكورتيزون تاني، لان الكورتيزون من الادويه اللي هي بتعمل مضاعفات جانبيه شديده. فانا ما ينفعش ان انا كل شويه افضل رايح جايب الكورتيزون. ساعتها ممكن اخد قراري ان انا اقلب المريض على العلاج البيولوجي، علشان ده اامن للمريض مع انه يبقى ممكن يكون مكلف. فلا طبعا مش طبعا الحاجات اللي بتقوليها دي تحترم. طبعا يعني للاسف الشديد من اعراضها انها بتقلل المناعه، فتبتدي بعد كده ادوار البرد ممكن تزيد عليك شويه. انما حلها حل حضرتك المفروض بتتوجهي في قبل موسم كل شتاء لاي مركز جنبك او نقابه طبعا لوزاره الصحه ونقابه الاطباء، وبتطلبي بعض التطعيمات المعينه زي تطعيم الانفلونزا، تطعيمات اللي هي الفيروسيه المفروض تحاسبي عليها، اللي هي تطعيم فيروس بي وبرده الحمى الشوكيه. لان لو خدت تطعيم الانفلونزا هتلاقي ادوار البرد بقت اقل من عندك بكتير، ودي حاجه طبيعيه. اوريدي احنا اوريدي كبني ادمين طبيعيين دلوقتي الانفلونزا اللي شغاله دلوقتي كل شويه هي بتطور من نفسها سنه بسنه، لدرجه ان الدور لو تلاحظ 3 ايام السنه دي، السنه اللي وراها 4 ايام، لان الفيروس بيطور نفسه. انما ممكن نقضي عليها. فانصح حضرتك انك ايه توجهي للطبيب المعالج بتاعك وتقولي له ايه السكادجول بتاع التطعيمات اللي انا لازم اخدها وانا ماشي على العلاج ده، علشان اقي نفسي وارفع مناعتي من بعض الايه الامراض اللي ممكن تجي لي وانا ماشيه على الايه العلاج ده. لكن ما وقفش العلاج. لا، توقف العلاج مره واحده ده مرفوض. طب اتفضلي يا استاذ داليا، اتفضلي. سؤال، طيب انا علشان ابعد بين الاتاكس وبعضها، يعني الاتاكس ساعات بتجي لي في اوقات ما فيش فرق بينها خالص، تبقى 2 3 اسابيع، ساعات ممكن تبعد شويه. فهل بس مجرد الالتزام بالاكل الصحي والبعد عن الستريس وكده هو ده بس اللي بيبعد الاتاكس، ولا في حاجه ثانيه انا ممكن اعملها بحيث اني ابعد فترات؟ كون ان هي الفترات كون ان هي الفترات بتتباعد عندك بتاعت اعراض المرض ده معناه ان انت حضرتك ماشيه في سكه كويسه، وان حضرتك فعلا بتتحسني.
انما انا لسه كنت بقول لو انا همنع العلاج العلاج اللي هو اي علاج مناعي لازم اقلله، لازم احافظ بعد كده. يعني ايه احنا قلت حضرتك هي عباره عن دايره، يعني عندك القابليه الجينيه مع عوامل بيئيه وسوء تغذيه مع عادات سيئه مع مع نوع بكتيريا بيتغير. طبعا لو انا لو انا حسنت اكلي يبقى همنع البكتيريا غير حميده انها تخش جوه جسمي، يبقى الجهاز المناعي عمره ما هيشوف بكتيريا غير حميده، فعمره ما هيحصل له نوع من انواع الاستثاره ويهاجم تاني في الجهاز الهضمي. فطبعا اي مريض بعد كده بثبته، اهم حاجه بنصحه بطريقه الاكل، وفي بعض الادويه اللي هي بتتاخد اللي هي بتحسن البكتيريا زي علاج الريفاكسامين. وفي بعض انت عارف ان دلوقتي في العالم كله دلوقتي بيتكلموا على حبوب، في حاجه اسمها ماده البروبيوتيك، ده البديل الطبيعي لماده الريفاكسامين، وبيتكلموا دلوقتي كمان على حبوب الاستول. يعني ايه حبوب الاستول؟ يعني سوري في اللفظ اللي هو حبوب البراز. ايه حبوب البراز دي؟ احنا عندنا لما عندنا انواع بكتيريا حميده جوه جسمنا، هم بيعملوا ايه؟ بياخدوا البراز ده وبيفصلوا منه البكتيريا الحميده وبيرجعوها تاني للبني ادم في شكل كبسوله او عن طريق المنظار. ايه عشان ايه؟ علشان ايه؟ علشان البكتيريا الحميده دي. طيب هديكي مثال عشان تفهمين. انت دلوقتي داخله في معركه، المعركه دي ست بتتعارك مع راجل، الواقع ان ايه؟ الست هتتضرب عشان هي ضعيفه، انما لو جابت له 100 ست ايه اللي هيحصل؟ الراجل هيتضرب بالظبط، ده اللي بيحصل. انا دلوقتي بحاول ادخل كميه، لو انا دخلت 2 بليون مثلا بكتيريا حميده جوه القولون تمام، وهم التانيين مثلا اللي هم الغير حميدين 100,000، يبقى اكيد هيتغلبوا عليهم بالظبط كده. وغير كده البكتيريا دي بتحسن الجهاز المناعي ومناعه الجهاز الهضمي، فتمنع ايه مهاجمه الجهاز المناعي للايه؟ للجهاز الهضمي. فطبعا الالتزام طبعا بالعادات الصحيه في الاكل مع الالتزام بنوع وتعديل نوع البكتيريا العايشه في الجهاز الهضمي مع البعد عن الاسترس. مش هقول لك الاسترس اللي هو العادي احنا كلنا في استرس، انما الاسترس الجامد، يعني ما فيش حاجه تستاهل، يعني ايه مش لدرجه ان انا بقى اخش في اكتئاب او حاجه زي كده. كل الحاجات دي من الحاجات المساعده ان انا اقدر اصحى بعلاجي مع علاج اللي هو الايه بدون ذكر بس اسماء تجاريه اللي هو الفايف امينو ساليسيليك اسيد اللي انت قلت اسمه في الايه في الـ في الـ في الادويه ده، بستخدمه في المحافظه على جدار الجهاز الهضمي ان هو ما يلتهبش، وده ملوش اعراض جانبيه. طيب الستول تابلتس او الحبوب البراز دي دكتور متاحه هنا ولا لسه دي حاجه بره ولسه تحت الاختبار؟ يا ريت يدخلوها عندنا هنا. ده انت حضرتك ده بيعملوا لها هناك في امريكا حاجه اسمها ستول دونيشن، يعني اكنك بتتبرعي حضرتك بعضو من الاعضاء، يعني حضرتك مش اي حد. يعني هو المفروض اول بيجيبوا المريض، بيجيبوا مش مريض، بيجيبوا البني ادم الطبيعي اللي هو تمام، عايزين ياخدوا منه او يفصلوا منه البكتيريا دي، وبيتعرض بياخدوا عينه من البراز بتاعه، وطبعا لازم يتاكد ان هو صحي 100%، يعني ما يعانيش من اي مرض، ما عندوش اي امراض بالظبط او امراض معديه. وبعد كده بيمسحوا البراز بتاعه، بيتاكدوا ان ما فيش حاجه معديه ممكن تتنقل للمريض التاني، وبيتاكدوا ان كميه البكتيريا الحميده اللي هو هيستفيد فيها فوق نطاق معين، ليتس سي فوق ال 2 بليون. لو لقوا البني ادم ده هم اللي بيحافظوا عليه، بيقولوا طب تعالى لنا على فترات وهنديك فلوس علشان ايه؟ تتبرع بالبراز بتاعك. وبعد كده بيفصلوا الكلام ده وبيحطوه في كبسولات او بنحيانا عن طريق الايه؟ والميكانيزم ان انا بزود البكتيريا النافعه او اللي هي مفيده في القولون، فبالتالي الجهاز المناعي لو هاجم. انت عارفه بره الطب دايما ايه؟ هم عايزين وده اتجاه صح، ان هم يتجهوا للطب الطبيعي، بلاش بقى كبسولات وبلاش بقى ادويه وبلاش مواد كيماويه، فدي طبعا من الحاجات الناتشرال. تمام. استفسار من احد المستفسرين، بعد بيقول انا عندي 27 سنه واعاني من انتفاخات في الجهاز الهضمي من 6 سنوات وحموضه واخيرا ارتجاع في المريء، مع اني مظبط الاكل وما باكلش غير في البيت، وكان عندي جرثومه واخدت العلاج وخفيت بس لسه تعبان، ودايما كان عندي زي امساك، وخدت ادويه كحه وحساسيه وفوارس تايلز 60 60 بعدها بقى عندي اسهال. تمام. اول حاجه جرثومه المعده اللي بنتكلم عليها. جرثومه المعده عندي وعندك وعند الدكتوره وعند كل اللي موجودين في الاستوديو وعند الساده المشاهدين. فده بكتيريا موجوده في الجسم لا بتضر ولا بتنفع. الجسم بيحورها زي ما هو عايز، يعني دي بكتيريا حميده، بكتيريا لا بتضر ولا بتنفع، بس ساعات الجسم بيشغلها كمان علشان ايه؟ تحميه او تخدمه. تمام. لو اتهيجت وبدات تضر الجسم لازم ادور على المرض اللي عاملها، ما هي مش علاج، هي الجرثومه وخلاص. تمام. ففي حاجه بتستثير الجرثومه دي وبتخلي
تتحول من جرثومه نافعه او غير ضاره لجرثومه ضاره. طيب الجهاز المناعي عمل التكه ولا ما 600 حاجه، عدد سيئه في الاكل، حاجه مسكنات وقرح والتهابات بتحصل او امراض اللي بنتكلم عليها او حساسيه مفرطه في الجهاز الهضمي، كل الكلام ده وارد. انا انصحه بس ان هو ايه، طالما العرض ما راحش بعد علاج اللي هو جرثومه المعده وهو سنه صغير، يعني يسمح برضو بحاجات، بس يسمح برضو بايه باللي احنا بنتكلم عليه، بس مش بشرط يكون كرونز. برضو احب اطمنه اللي احنا عندنا، احنا كمصريين عندنا نسبه عاليه جدا من مرض اسمه الحساسيه المفرطه في الجهاز الهضمي نتيجه بعض الايه الاكلات اللي احنا بناكلها، واشهرها ماده اللاكتوز، او في برضو ناس عندها حساسيه من ماده القمح. فاللي اقدر انصحه بيه طالما الاعراض مستمره وهو ماشي على علاج، يبقى احنا كده كدكاتره مفوتين حاجه، فلازم يتابع مع استشاري جهاز هضمي عشان نوصل للمرض الاساسي اللي عامل الكلام ده علشان يقدر يخف. انما هي مش مساله خد علاج لجرثومه وخد علاج ريح المعده والقولون، طالما الاعراض مكمله معاك وانت ملتزم بالاكل وبتلتزم بالعادات الصحيه، يبقى في مشكله احنا حضرتك ما وصلناهاش، لازم نوصل لها. ومش شرط يبقى كرونز والقولون تقرحي، زي ما قلت لك ممكن يبقى حساسيه مفرطه او جاست فتق في الحجاب الحاجز او ارتجاع في المريء. طيب معانا اتصال هاتفي الاستاذه جيهان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا استاذه جيهان؟ الله يبارك لحضرتك. انا بحاول اتصل بحضرتك عشان اوصل لك، لاني انا تعبانه جدا يا دكتور، ومش صراحه انا مش لاقيه لي حل، مش عارفه يعني اعمل ايه. طب ايه طب ايه الاعراض؟ نعم، انت عندك كام سنه الاول يا جيهان؟ حضرتك ايه؟ عندك كام سنه؟ هو سؤال محرج معلش، بس عندك كام سنه؟ انا عندي 44 سنه. تمام، بس ده مهم جدا. دلوقتي يا دكتور انا كنت يعني اول ما ابتديت، عشان ما اطولش على حضرتك، ابتديت بوجع في فم المعده كده، رحت للدكتور جهاز هضمي فكشف عليا وطلب مني تحليل الميكروب الحلزوني، طلع فعلا عندي الميكروب الحلزوني، اداني العلاج بتاعي من ساعه يا دكتور، يعني 5 سنين اهو او 6 سنين من ساعه ما خلص الميكروب الحلزوني وراح، وانا معدتي ببطني كلها متدمره، لا عارفه اكل لا عارفه اشرب، حرقان ونار فظيعه في معدتي بتطلع على صدري، بتعمل لي ضربات قلب فظيعه، انتفاخ دايما في بطني، كان يا دكتور لو حضرتك شفتني ان انا كاني حامل، امشي شويه ابص الاقي نفسي بنهج، ابص الاقي الدنيا بتلف حواليا كده ودايخه، اعمل اللي هو سي بي سي يقولي ما فيش انيميا، تحاليل كلها تطلع مظبوطه. جيت عملت منظار من سنتين، قالوا لي المنظار فيه قرح في القولون، اعطاني العلاج الدكتور، مشيت عليه فتره طويله مع طبعا منع لحاجات كثيره من الاكل، اليوم اللي اتخبط بس فيه في شويه اكل ابقى نفسي اكل فيه، ابص الاقي الدنيا عندي تبوظ، مفيش يومين ثلاثه دكتور ابقى قاعده مرتاحه، يعني كل يوم والتاني لازم اقوم بمعدتي دي تعبانه، يعني قف معدتي بجنابي الاثنين اللي جنب معدتي طابقين على القفص الصدر بتاعي، لحد ما عملت منظار. طب هو خد، معلش يا جاني هقطعك في الكلام، هو خد عينات من المنظار؟ خد عينات في المنظار؟ خد عينات، خد عينات للجرثومه ولا خد عينات تحليل انسجه؟ تحليل انسجه؟ ولا عشان يشوف الجرثومه موجوده ولا مش موجوده؟ تفرق. انا مش عارفه، هو اخذ عينه من المعده واخذ عينه من القولون الدكتور. تمام. وقال لي في قرح فتحت كمان في المعده وفي قرح فتحت في المريء بسبب القرح اللي موجوده في القولون، ودي ما كانتش موجوده، يعني لما عملت المنظار الاول ما كانش عندي قرح في المعده ولا قرح في المريء، كان قرح في القولون بس، زادت ان بقى عندي قرح في المريء وقرح في المعده. وبعدين يا دكتور بتعمل لي حاله نفسيه وحشه، بتعمل لي عصبيه فظيعه، انا عمري ما كنت بتعصب ما بتنرفزش، بقيت من اقل حاجه بتعصب وبتنرفز، مش عارفه امارس حياتي الطبيعيه، مش عارفه امارسها ابدا. فمش عارفه دكتور اعمل ايه الصراحه، انا تعبت. بصي هو لو حضرتك بس سمعتيني من ايه، من لسه من ثواني، ان انا كنت بقول الجرثومه الحلزونيه مش ده التارجت بتاعنا، مش ده الهدف بتاعنا في العلاج. تمام. الجرثومه الحلزونيه دي بتستثير لو، وغالبا نتيجه بعض التغيرات اللي بتحصل في الجهاز الهضمي وفي بعض الامراض، فهي بتساعد بقى على نشاط المرض ده. تاني حاجه، حتى لو في قرح والتهابات، القرح ده مش مرض. ايه بقى اللي عامل القرح؟ ما انت دايما في الطب تسالي نفسك ايه اللي عامل القرح؟ ايه المرض اللي عامل القرح؟ ايه اللي وصل الكلام ده كده؟ بصي على وصفك، على وصفك لو بتقولي قرح في القولون وفي الاثنى عشر وفي المريء،
انت بتتكلمي على ديفيوز ديزيز، يعني مرض واخد الجهاز الهضمي كله اللي هو متماشي مع الايه، مع الكرونز. بس انا ما اقدرش اقول حاجه زي كده لان انا مش شايف المنظر طبعا قدامي. تاني حاجه المفروض تحليل الانسجه هو اللي يحسم لك الكلام ده. المفروض هي انت بتقولي هو خد عينات، فالمفروض اللي خد العينات ده يديكي تشخيص المرض، لان تحليل الانسجه ده ادق حاجه، ده اللي بلجا له علشان تشخيص المريض بنسبه نجاح 100%، لان انا واخد خلاص عينه، فالعينه بتبين لي ايه نوع الخلايا اللي موجوده ونوع والالتهاب قد ايه ودرجته قد ايه، فبتبين لك المرض ودرجته وشدته وحدته قد ايه. في حاجه تانية برضو انت بتشتكي منها ممكن تكون متناسقه معاكي، مش شرط كرونز، اللي هو الحساسيه المفرطه للجهاز الهضمي. خلي بالك ان ايه، انك بتقولي الحموضه والحرقان، مش شرط يكون في ضعف في عضله الحجاب الحاجز او فتق في الحجاب الحاجز. ساعات التهابات الحساسيه والمناعه بتعمل خلل في حركات الجهاز الهضمي، فتخلي المريء، المفروض المريء بينقبض بياخد الاكل يلفظه من فوق لتحت، لا بيبتدي يحصل بعض الاضطرابات في الحركية بتاعته، يبتدي يتحرك من تحت لفوق، فياخد الحامل بتاع المعدة يطرده على ايه، على فوق، وده يعمل وجع في فم المعدة، يسمع في الظهر ويسمع في الايه، في الجنب الشمال. بس طبعا اكيد الدكتور بتاعك كان واخد باله، لان انا دايما اي مريض بيجي لي بيشتكي من حاجه زي كده من فم المعده ونفس الوجع ده، اقول له روح الاول استبعد القلب، لان ممكن بعض المرضى بننساهم، والحته دي بتبقى فايده على دكاتره كتير، وللاسف بيكون مريض قلب وبيحصل لا قدر الله، وبيحصل لا قدر الله، ده ممكن يحصل بقى وفاه، مش يعني ده لو حاجه، لو جلطه او حاجه زي كده متفوته، لا. فانا مش عارف انت اكيد عملت جلطه او القلب هيسمع في الجهاز الهضمي، بتدي نفس اعراض في حوالي من 35% ل 65% من المرضى بيشتكوا بوجع فم المعده وبيكون عندهم جلطه في القلب. جلطه في القلب اسمها انفيرو ام اي، اللي هو بتبقى واخده الشريان الخلفي من الايه للقلب. فانت برضو يعني انصحك برضو ان ايه، لازم حد بتاع قلب يبص عليك، عشان مش عشان القرح والتهابات اللي في القولون، علشان الايه الوجع اللي بيجي لك فم المعده اللي بيسمع في الايه، في الايه في الجنب الشمال. هو كده كده المريء بيعمل الكلام ده، انما احنا كجهاز هضمي الحاجات دي بسيطه، انما لو هي قلب ومتفوته هو ده اللي بتكلم فيه، دي حاجه ايه من الحاجات اللي بتبقى سيئه جدا على ايه المريض. شكرا لحضرتك. طيب دكتور، في سؤال بس من احد المستفسرين، هل لازم مريض الكرونز ياكل حاجات جلوتين فري؟ لا، ما ياكل الا لو هو عنده كوباين سيليك، يبقى لا. لو عنده مثلا حساسيه من ماده الجلوتين دي حاجه ثانيه، لا تمام، ملوش علاقه. تمام. طيب من ضمن المسببات اللي حضرتك قلتها او من خلال المداخلات، المسكنات بتحفز الجهاز المناعي انه يهاجم نفسه. المسكنات بتزود حامض المعده، ولدرجه ان بيحصل قرح والتهابات، فلما يحصل القرح والالتهابات دي جرثومه المعده ممكن تتحور ساعتها، لدي البيئه بتاعتها بقت حمضيه، اللي هي البيئه اللي ممكن تنشط فيها تتحور. جرثومه المعده المقصود بيها الاتش بايلوري او الميكروب الحلزوني؟ بالظبط. ده مرض منتشر جدا يا دكتور. مش مرض، عم بقول لك عندنا، هي عندنا كلنا. حضرتك لما تروح معمل هيقول لك ايه؟ يقول لك سلبي اقل من 15، من 15 ل 30 بوردر لاين، اكتر من 45 ده يبقى احنا معترفين اهو ان في نسبه، ان في موجود، في نسبه موجوده. بس دي اسمها كومنسال بكتيريا، يعني بكتيريا غير ضاره موجوده في الجسم. لما بتتحول، يعني ده حضرتك تشبيه تاني معلش، سوري، حضرتك عندك كلب والكلب ده قد كده وكلب شرس، بس انت عارف انت بتاكله مش انت هيسمع كلامك. الكلب ده لما يهاجمك في يوم من الايام يبقى لازم تعرف ايه اللي حصل في اخلاق الكلب ده، انا ايه ضعفت ولا انا ايه قصرت معاه. هو ده اللي بيحصل، ان في تغير بيحصل في الجهاز المناعي بتاع المعده اللي هو محجمها، يبتدي ايه تنشط، زياده حامضيه دي بتحصل نتيجه المسكنات وتدخين واكل ايه حامي وحراق، او امراض جهاز هضمي اللي بنعالجها في الاكل، او امراض جهاز هضمي حساسيه او كرونز برضه يبقى مرض الفوائد. الاتش بايلوري او الميكروب الحلزوني ايه اللي بينشطه؟ لان انا بلاقي برضو حالات كتير جدا اللي هي سوء التغذيه دي اول حاجه، او بعض امراض الجهاز الهضمي حاجه مرتبطه بمرض الاكل بره، اصل منتشر برضو بيقول لك الاكل بره، الناس بتاكل بره كتير. ما هو الاكل بره ده اصلا بيعمل بيئه، بيزود الحمض بتاع المعده اللي هو البيئه اللي بينشط فيها. يبقى الفكره كلها في الوسط. عشان كده معظم الناس ايه، مش انت بتشوفي بياخدوا ادويه لازم يحطوا فيها بي بي اي، يعني يحطوا فيها دواء يثبت حمض حمض الحموضه. بالظبط كده، ادويه حموضه ليه؟ عشان اقلل حمض المعده، علشان دي البيئه اللي هي غير مستحبه اللي بتموت الميكروب ده. هو في دكتور كان يعني قال لي بالنسبه للميكروب الحلزوني ما بينشطش الا بالاكل، الوجبات السريعه والمياه الغازيه. بالظبط، عشان بتزود حمض المعده. تمام. هو بيعيش بيحب البيئه الحمضيه. تمام. طالما انت قللت البيئه الحمضيه وخليتك قرب الكلويه. تمام. اللبن مفيد في القصه دي، في انه يقلل الحموضه بتاعتك، مش عشان برضو دارج. ايوه كالسيوم.
والكالسيوم ده ممكن يتحد ويزود حمض ويحمض ويزود الحامض، مش ده اللي بيعمل كده. مش لان اللبن ممكن. انت عارفه ايه بقى، انت لو كلتي كل 3 ساعات انت هتظبطي حمض المعده، لان الاكل لما بينزل الحامض بيلاقي حاجه يشتغل عليه فبيبتدي فهيسيب جدار المعده ويسيب جدار المعده فده مهم، وده بيثبت الحمض لان الحمض بيقل نتيجه ان هو اشتغل على الاكل، عبال ما الخلايا تفرز حمض تاني تاخد وقت. العلاج النفسي، معلش انا وقتنا خلص ولا لا؟ لسه بس في مداخله. طيب ماشي. الاستاذ حمدي، اتفضل يا استاذ حمدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. يا فندم لو سمحت حضرتك، والله انا عندي التهاب قولون تقرحي من 7 سنين. تمام. حضرتك سنك كام سنه؟ انا سني 48 سنه. ربنا يديك الطول عمرك. تمام. قولون؟ اتفضل يا فندم. سامع. وباخد يا فندم علاج مرسلاز الاقراص والاميران. تمام. انت كده في مرحله المفروض ان هو بيثبت المرض ان هو ايه ينشط عندك. طالما بتاخد العلاج ده بينشط المرض؟ لا بيثبت المرض، يعني هو وصل لمرحله كويسه فالدكتور بتاعه شايف ان هو خلاص يكتفي بالاميران والمصاله اللي هو ماشي عليها. تمام. علشان ما ايه جهاز المناعه ما ينشطش. طيب ايه المشكله؟ اتفضل. طيب حضرتك انا في عندي تجشؤات كتير، يعني جرح كتير كده وامساك واسهال ومغص، يعني في يعني في حاجات كده يعني ايه بتتردد عليا كده. تمام. التجشؤ اللي مستمر معايا يا دكتور. طيب بص، لو انت بتتكلم على مرض قولون تقرحي حضرتك استاذ حمدي، استاذ حمدي بص يا استاذ حمدي، لو انت حضرتك بتتكلم على مرض قولون تقرحي، انا قلت في بدايه الحلقه ان المرض ده لا ما بيصيبش اي حته في الجسم الا القولون، فانت لو بتتكلم على تجشؤ انت بتتكلم على حاجه فوق علويه مع المريء والمعده، فده حاجه تانية مختلفه خالص على حضرتك. يعني ايه يعني حضرتك التجشؤ ده ملوش علاقه بالقولون التقرحي؟ لو حضرتك متشخص قولون تقرحي اللي هو أرستف كولايتس، ده ما بيصيبش غير القولون، ما بيعديش القولون، فانت التجشؤ والفم المعده والحموضه والحرقان ده بيبقى نتيجه خلل في المريء او عضله المريء او المعده، فطبعا في كل احتمالات وارده، اللي هي ممكن اللي هي ايه ضعف عضله المريء، فتق الحجاب الحاجز، ممكن برضو يبقى في بعض الخلايا نتيجه بعض الاكلات الحساسيه ممكن ما تكونش نتيجه الادويه اللي بياخدها تعمله تجشؤ. برضو يعني الادويه دي ما بتشتغلش في التجشؤ، يعني بيتكرر كتير يعني بيتكرر كتير يعني. انما برضو حضرتك في ركن ناقص من ادويتك ناقص، انت حضرتك بتقول بتاخد اميران ومصاله، لازم حضرتك تزود ماده اللي هي برضو بتخلي البكتيريا قرب الحميده زي ماده الريفاكسامين. خلاص ماشي. ممكن لو انت عدلت البكتيريا بتاعت الجهاز الهضمي بتاعتك ممكن حضرتك ان شاء الله تلاقي الاعراض بتاعتك دي راحت شويه، انما لو فضلت موجوده لازم حضرتك تستشير دكتور جهاز هضمي عشان نبدا نزود بعد كده ونشوف ايه اللي عامل الكلام ده وعيوب هيكليه او اي حاجه ثانيه احنا فوتناها. احنا انا عارفه ان وقتنا خلص، بس انا عشان هنمد للحلقه الجايه بامر الله، الحلقه الجايه هنتكلم على المبادره بتاعه جهاز المنظار اللي بيكشف عن الاورام اللي موجوده في الجهاز الهضمي نتيجه الكرونز. تمام. هنتكلم على القولون التقرحي واللجوء للجراحه، هنتكلم على العلاج البيولوجي ومدى اهميته ومدى هو يشكل عبء زيه زي العلاج الكيماوي كده، عبء مادي جدا ولكن مفيش جهه بعينها شايلاه بالمعنى المفهوم. هنتكلم الكلام ده كله بامر الله الاسبوع الجاي. وقتنا خلص زي كل مره. اختم يا استاذ مروان. مشاهدي الكرام، في نهايه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر الاستاذ الدكتور عصام بديوي، استاذ مساعد قسم المناطق الحاره كليه الطب جامعه اسكندريه، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير الجهاز الهضمي التداخليه جامعه بخم المانيا. شرفت ونورت حضرتك يا فندم. نورتنا يا دكتور. الله يحفظك. مشاهدي الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.